فولكر يتحدث عن تفتيت السودان، حرب السودان، انفجار يؤثر على الدول المجاورة. فولكر رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، اسم يعرفه جيدا أهل السودان والقيادة والمسؤولين. طرده مرارا أهل السودان واعتبره شخصا غير مرغوب فيه نظرا لتدخلاته المستفزة في العديد من الأمور. خرج بتصريحات مستفزة جديدة تنذر بخراب جديد. قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيريتس إن السودان يواجه كارثة حقيقية ويقف على شفا حرب أهلية شاملة. ماذا يريد أن يقول؟ أو بالأحرى ماذا يريد أن يفعل؟ فولكر قال أن استقرار إفريقيا بأكملها على المحك، وأن حرب السودان أصبحت كارثة إنسانية، وأن انتهاكات حقوق الإنسان تبدأ من القتل والاغتصاب والنهب، وسيكون لهذا السيناريو الأسوأ العديد من العواقب. وبمجرد أن يتحول الصراع إلى حرب أهلية ذات جبهات متعددة وتتشرذم البلاد، يصبح إيقافها أكثر صعوبة مع تداعيات أكبر على المنطقة. لفت فولكر إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للسودان يجعل مجريات الصراع الحالي أمراً ذا أهمية على استقرار إفريقيا، باعتبار أن السودان هو ثالث أكبر دولة في إفريقيا. ولن يكون تفتيته مجرد انهيار داخلي، بل سيكون انفجاراً يؤثر على العديد من البلدان المجاورة، والعديد منها يعاني من مشاكله الخاصة مع المراحل الانتقالية. وردا على تصريحات فولكر المستفزة طوال الوقت، قال مصدر في وزارة الخارجية السودانية إن السودان يرفض المبعوث الأممي بأن مشروعه يهدف إلى تفتيت السودان، وأن المبعوث الأممي فقد المنطقة الدبلوماسي والسياسي.